السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد المشروع انا بعد عجبني بزاف، ونتمنى حتى نتوما يعجبكم. المشروع عباره على ميني فيلا وبثمن السكن الاقتصادي، يعني 25 مليون. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديروا جيم، اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. وما ننساش نشكر المتتبعين الاوفياء للقناه سواء من داخل او خارج المغرب اللي ديما كيدعمونا ووقفوا معنا، لا يخطيكم علينا. بالنسبه للمشروع ديال اليوم فهو تابع لشركه عقار الشرق. هذه الشركه هذه دارت الشطر الاولاني، نجح ليها مزيان وكان اقبال كبير من عند الناس، ودغيا تبع لها الشطر الاول وهي تزيد الشطر الثاني الثالث، ودابا راه واصلين حتى الشطر الرابع بطبيعه الحال، لان ميني فيلا وب 25 مليون. حنا كنعرفوا السوق الاقتصاديه كيفاش دايرين، السكن الاقتصادي راه 25 مليون راه ما كيفوش 57 متر مربع، هادو فيهم 70 متر مربع ودارك بوحديتك. السطح ديالك هانتوما كما كتشوفوا في الصاله، فيها السفلي، فيه الصاله، فيه جوج بيوت، بيت النعاس وبيت ديال الوليدات، فيه جريده صغيره، فيه الكوزينه بطبيعه الحال والحمام. وهذا الطابق العلوي فيه واحد البيت وحمام وسطح، وكيف ما كتشوفوا السطح تبارك الله كبير، تجي فيه شي جليسه تما غزاله، خصوصا اللي بروغرامي يدير بيت النعاس ديالو الفوق، يعني بيت النعاس حداه الحمام ديالو وحدا هذيك الجليسه برا في السطح، غادي تجي جلسه رائعه. بالنسبه لشركه عقار الشرق دارت هذا المشروع هذا في جوج ديال المدن المغربيه. المدينه الاولى هي مدينه وجده، وهي اللي درت لكم عليها الفيديو دابا، هو هذا سميتو رياض اكدال، وغادي نخلي لكم في اخر الفيديو ارقام الهواتف ديالهم باش تواصلوا معاهم، وغادي نخليكم معايا غادي نوريكم بالضبط فين جا هذا المشروع. والمدينه الثانيه هي مدينه الداخله، بالنسبه اللي بغى يشوف مدينه الداخله او اللي يتواصل معاهم غادي نخلي لكم ارقام الهواتف ديالهم في صندوق الوصف. والجميل في الامر ان هذه الشركه هذه من بعد ما نجحوا لها هذه المشاريع ديالها ديال الميني فيلات، قررت تكمل هذه المشاريع هذو في مدن مغربيه وحدين اخرين بحال الرباط، الدار البيضاء، ناظور، السعيديه ومراكش، يعني المدن اللي عليهم طلب بزاف بزاف. وانا جاتني الخبر بان بالفعل بداو بمدينه الرباط، يعني بداو كيخططوا مدينه الرباط هي الاولى، ولقاو الموقع وكل شيء. بغيت غير نتاكد من صحه الخبر ونبدا نجمع لكم جميع المعلومات اللي متعلقه بالمشروع، سواء الموقع ديالو بالضبط، ارقام الهواتف ديالهم، فيها يكون عندهم مكتب للبيع، المهم اي حاجه اللي خاصكم تعرفوها. نفس الشيء بالنسبه للمدن الاخرى بطبيعه الحال. المهم انا حاضيهم غير لونسيو هذا المشروع ديال ميني فيلا في شي مدينه، فكونوا على يقين انني غادي نجيبو لكم. اما بالنسبه للمشروع ديالنا ديال اليوم اللي متواجد في مدينه وجده، فهذا هو الموقع ديالو بالضبط، جاي في حي اكدال، وحتى واخد الاسم ديالو من اسم الحي، سميتو رياض اكدال هو هذا. اما بالنسبه لطريقه الاداء، يعني كيفاش غادي تخلصوا، فكتعطيهم النصف ديال الثمن في الاول كتسبيق، وكتكمل لهم النصف الاخر عند التسليم. وهادو هما ارقام هواتف ديالهم كيف ما كتشوفوا باش تواصلوا معاهم الى عندكم شي استفسار شي تساؤل، فهم اكيد غادي يجاوبوكم. وبالنسبه للعنوان ديالهم حتى هو راه كاين في الاخر، ومن الاحسن كما كنقول لكم سيروا للموقع، سيروا لعين المكان، دخلوا قلبوا هاد لي ميني فيلا، شوفوهم مزيان، وإلا عجبوكم واقتنعتوا بهم الله يسخر والله يسهل الامور. في انتظار تلقاو في فيديو جديد، تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.